بقى الماتش السوبر وموضوع الاصابات ده فهمني يعني بقى يعني كان في ازاي. كان في شقين، حاجه خطه طويله وخطه قصيره. الطويله كانت الدنيا كان معانا متسع من الوقت شويه بعد 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 عشان كنا في معسكر، ما كانش في مشاكل قويه. احنا يمكن نهينا السيزون اللي فات كان في اصابات زي دونجا كان عنده مشكله في كتفه اشتغلنا عليها ورجع بقى كويس، ما كانش في اصابات قويه. لما دخلنا يعني او اشتغلنا يعني احنا لان احنا كل شغلنا مبني على حاجه اسمها البريفنشن، ان احنا بنحاول نمنع حدوث الاصابات صح. وده كل ده العلم الحديث، ان انا ما استناش المشكله بناء على القياسات وبناء على الشغل اللي بنعمله بنشوف المشاكل فين فنحلها قبل ما تحصل، ولو حصلت يبقى التعامل معاها مظبوط وسريع وامن. لما دخلنا في المعسكر هناك كان الوضع ماشي كويس، كان مجرد حاجات اجهادات عضليه، يمكن ما كانش فيه غير صبحي، ودخلنا اي ثينك كان فول سكواد وكان في ايشو من الناشئين اللي معانا الصاعدي معانا هو تقريبا درجه اولى دلوقتي، كان هو بس كان عنده اصابه في العضله الخلفيه هو ما لحقش يعني الماتش، غير كده كانت الدنيا كويسه ما كانش في مشاكل خالص الحمد لله.